بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، بسم الله وعلى بركة الله وحفظه، أعلنت اللجنة عن انطلاقة شوطنا الأول الرئيسي في انطلاقاتنا السادسة هنا في هذا الأسبوع الذي يحمل دائما إثارة كبيرة هنا من هذه الشعارات الجميلة. وكما تعلمون دائما بأن هذه الانطلاقات تأتي بتوجيهات سامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رعاه الله، والدعم دائما لهذه الرياضة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي. شكرا أصحاب السمو الشيوخ على هذا الدعم المتواصل، شكرا لنادي دبي سباقات الهجرة العربية الأصيلة حقيقة على هذا التواصل وعلى هذا الجهد المبذول. شكرا لجميع اللجان العاملة هنا في ميدان الطي ميدان ضوء، نتمنى إن شاء الله التوفيق في هذه الرحلة. نحن نقطع الكيلو الأول من هذه المسافة، وهناك هل هي الشاهينية للشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم سلطان بن محمد الملعاية، النقلة هناك على اليابسة للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد الحميري، بينما اللي في المركز الثالث هناك الضبيلي سمو الشيخ حمدان بن محمد، ولا الشاهيني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واصف في عملية تضميرها. النقلة على المركز الرابع مياسة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن خلف بن علوان، خامس المراكز هناك من تأتي في هذه اللحظات العزرة شيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن علي بن واصف. النقلة على المركز السادس اللي في سادس المراكز هناك بشعار حميد بن سيف بن حميدان اللي هي غرام. النقل على المركز السابع شوق احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، من يقدم شوق هنا على هذا الانطلاقه الجميله. النقل على المركز الثامن اللي في المركز الثامن هناك من تاتي خطيره سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم خالد بن المر بن حلوة، وفي المركز التاسع هنا الضبيس شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم وحمد بن خميس الغويص. النقلة على المركز العاشر هملولة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد مكتوم هير بن سيف بن واس. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجتنا للمراكز، دعناها عليكم بالفوت تمام. هكذا كان النداء الأول للمراكز العشر، دعناها عليكم كاملة مكملة وفاء وتماما. ونحن دائما هناك بعد ندائنا الأول نذهب إلى الصدارة، نذهب إلى مقدمة الشوط، نذهب إلى 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 اليابسة 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 اللي غيرت مجريات الأمور، غيرت مجريات هذا الحماس مبكرا. نتمنى إن شاء الله التوفيق للشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية التضمير. يا سلام، النقلة هناك مع الشاهينية للشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم وسلطان بن محمد الملعاي، بينما اللي في المركز الثالث يا سلام يا سلام يا غرام حميد بن سيف بن حميدان. النقل على الشاهينية رابعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. شوق في المركز الخامس لأحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، وفي المركز السات اللي هي تأتي في هذه اللحظات مياسة لشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن خلف بن علوان. المركز السابع تأتي العزرة للشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن علي بن واس. وفي ثامن المراكز اللي في المركز الثامن هناك من تصل في هذه اللحظات الضبي الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم وحمد بن خميس الغويص. المركز التاسع اللي في المركز التاسع هناك لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم خطير يضمنها خالد بن المر بن حلوة اشتبي. هكذا كانت نتيجتنا. هكذا كان الوصف التفصيلي والعنوان الجميل للمراكز المتواجدة هنا في القمة يا شوق
يا شوق يا شوق يا شوق لك يوم ما ينسى يا شوق، لك أداء ما ينسى يا شوق مع مضمرك ومالكك ومحبك أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي من يقدمها، ولكن الحوار مع اليابسة اللي ترافق شوق في هذا الطريق. الله الله يا شوق الله يا شوق هزني هوا الشوق هزيز قصر انتهى وراه كل غرض في السوق ملحوق يدنا. روح روح يا ابو محمد بسم الله عليك وعليها، بسم الله عليك وعليها، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، حي هالسير حي هالسير حي هالطاري حي هالشعار حي هذه الجماهير اللي تقدمه عروض شوق الدائمة هنا على أرضية هذا الميدان. سلام إلى الخوانيج وإلى بالهلي، شكرا أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي، شكرا على هذا الأداء. السبوق الله يخليها، أظهرت سرعة من اللمة ما شاء الله، أظهرت شوق من اللمة انفردت عن بقية المراكز. هي لحظات وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والنا مستهانين أحمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم، المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم، المركز الرابع للشيخ محمد بن راشد محمد بن راشد مكتوم، المركز الخامس هناك سمو الشيخ حمدان بن راشد مكتوم. 6 دقائق التوقيت الزمني 14 ثانية 60 جزمة الثانية، تهانينا والناموس.